بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل لكم التومية بالشاورما السوري بالفراخ بتاعة المحلات بأسهل طريقة. دلوقتي هبتدي معاكم بطريقة عمل التومية. التومية معايا 5 فصوص توم، كوباية زيت، كوباية مية، ومعايا كوباية نشا. اول حاجة هعملها دلوقتي، ومعايا ملح طبعا. اول حاجة هعملها دلوقتي ان انا هاخد النشا بكوباية المية دول، هحطهم على النار وهخليها زي ال يعني هخليها تجمد معايا، وهجيبها دلوقتي وهوريكم هعمل ايه معايا. بعد ما خدتها على النار وقلبتها بالمية، خليتها كده، انا عايزة النشا معايا يبقى كده، وهوريكم دلوقتي دي ازاي طريقة المحلات. انا واخداها من طريقة المحلات بتاعت الشاورما السوري، وهوريكم دلوقتي التومية بتتعمل كده اهو. شغل عليهم، بعد كده ابقى افتح، وانا شغاله ابقى افتح من هنا وانزل قطعه قطعه من النشا اللي انا عملته على النار كده زي البالوزه. ابتدى اللون يفتح معايا اهو، وبقى جاهز ان انا افتح كده من هنا وانا شغاله، وانزل بحته حته من النشا. دي طريقه المحلات بتاعت الشاورما السوري. شغال الباقي. دلوقتي انا معايا صدور فراخ مقطعه قطع شاورما كده زي ما انتم شايفين، ومعايا العيش السوري انا شارياه من المحلات اللي بتبيع المخروطه والفطير والكسكسي. جبت كيلو العيش السوري دوت. والمفاجأة معايا دلوقتي، انا مش هعمل تتبيلة ولا حاجة من عندي من البيت، انا اشتريت الكيس دوت، كيس فاين فود للشاورما السوري. ده بجد طعمه رهيب، ونفس الريحة بتاعت المحلات بتاعت برا، وانا مجربه كذا مرة وبصراحة طعمه زي برا بالظبط. يا ريت تجربوه. انا دلوقتي هحطه على الفراخ وهقلبهم مع بعض دلوقتي. انا هنزل دلوقتي بالفراخ، وهفضي الكيس. بجد جربوه تحفة، بيديني كمان نفس الريحة بتاعت الشارع والطعم وكل حاجة اهو. شايفين معايا فاين فود، وهحط عليه زيت، معلقتين زيت بس عشان اقلبهم مع بعض. انا دلوقتي بعد ما تبلتها كده بالكيس فاين فودز شاورما السوري، حطيت عليها زيت بقلبها اهي، هدخلها التلاجة بس تقعد شوية عشان تشرب من التتبيلة، وبعد كده هرجع اوريها لكم وانا بعملها على النار، وهوريكم بلف الشاورما ازاي. معايا حطيتها على النار انا هعمل فيها الشاورما، سايباها تسخن قوي، ومش هحط لها زيت عشان انا حاطه على الفراخ زيت. هنزل دلوقتي بالفراخ، هشوحها كويس قوي. انا اول ما نزلتها دلوقتي في الطاسه شميت ريحه الشاورما السوري اللي بشمها في المحل،
ريحتها بجد تحفة. لازم اهم حاجة انزلها في طاسة سخنة، ما احطش دهون، لان انا اصلا انا حاطة زيت في التتبيلة وما قلبهاش كل شوية عشان ما تجيبش ميتها. يعني انا لما الاقي اللي من تحت كده هتعمل معايا هقلبها تقليبة واحدة برضو وهسيبها. وهوريكم دلوقتي معايا الشاورما اهي جاهزة معايا، قعدت اشوح فيها على النار لحد ما استوت، جاهزة معايا دلوقتي، ومعايا كبشة عشان هغرف بيها. وهجيب بقى ايه رغيف العيش السوري معايا كده، حط عليه تومية وكبشة من الشاورما الفراخ، كبشة واحدة. انا معايا كيلو الا ربع صدور فراخ، عاملاهم بالكيس الفاين فود، شاورما جاهزة، تتبيلة جاهزة وسريعة، انا على طول بعملها هنا وعيالي بيحبوها. وجبت كيلو العيش السوري دوت، وهياخد معايا كيلو الا ربع صدور فراخ. دلوقتي بقى انا هلفه كده، هجيب دي كده ودي كده وهبتدي كده اهو، واروح لف برمة كده. ده اول واحد طلع معايا. عند التاني شايفين معايا، ده اول واحد طلع معايا. حط تومية في الأرضية، الناس العشاق بتوع الشاورما السوري مرات هجيبكم اهو. كبشة واحدة دي كده دي كده دي كده وهبرم. انا بقى هوريكم دلوقتي هحط لهم على الجريل. انا دلوقتي بعد ما لفيتهم حطيتهم على الجريل، حطيتهم على الجريل دلوقتي ياخدوا بس ايه يتشوحوا كده، ياخدوا لسعة كده وشكل جميل من تحت. شايفين معايا انا بقلبهم، واخدين لون حلو اهو من الجريل، ما بتاخدش وقت. ما جازت معانا طلعتها في الطبق، وقدمت معاها بطاطس محمرة ومعاها سلطة التومية. يا رب تعجبكم، يا رب تجربوها وهتدعولي ان شاء الله. اتمنى الوصفات بتاعتي تكون بتعجبكم، وياريت كل الناس اللي بتخش القناة تشترك فيها. بشكر كل الناس اللي دعمتني وشجعتني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.